رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في غبقة رمضانية، وراح نتواصل إن شاء الله مع لقاء مع نجوم أنتوا حبيتوهم وإحنا حبيناهم أكيد، الفنان الجميل خالد أمين وأيضا شيلاء سبت قبل طاعتكم، حياكم الله. حياكم يبجيكم، عسى الله يطول بعمرك. هلا مرحبا، مفروض الضيفة قبل صح؟ مو كذا؟ هي ضيفتها من الكويت وهي أيوة راعية مكان ما تقصرون. أول شيء أحب أبارك بما تبقى من الشهر وأقول إن شاء الله يتقبل الله صيامكم، وأنا جدا سعيدة معكم مع الأستاذ اللي وايد أحبه وأعزه، وأنا وايد متشرفة إن اشتغلت معاه عملين وأتمنى المزيد من الأعمال معاه إن شاء الله يا رب. نقول له مبروك، نقول له أكيد مبروك للفنان خالد أمين على الرئاسة الفخرية فرقة عمان. عسى الله يحفظك. هذا إضافة لنا إحنا ككويتيين. والله هي إضافة خليجية تحديدا، اللهم لك الحمد. هي فرقة شبابية لأن أغلب طلبتنا في عمان يروحون هناك ويختفون، يعني خصوصا هم خريجين المعهد العالي في المسرحية، فالحين اتحدنا معاهم احنا وكنت اشتغل معاهم بشكل سري، مو تنظيم سري بس مو سري. واول داعم كان لهم حقيقة، عشان اقول لكم وانا بدون تدخل مني، اشهد الله بدون تدخل مني، كان الفنان عبد الحسين عبد الرضا راح لهم وتعنى لهم وحضر المسرحية. طبعا أيضا شارك معاهم الأستاذ محمد جابر من الكويت أيضا في بطولة المسرحية، رغم أنهم فرقة مو معترف فيها كانت للحين، الاعتراف توا جانا من شهر من الحكومة العمانية يعني، وصار في دعم ولله الحمد لهم. الله يبارك إن شاء الله ويزيد من طاقات الشبابية الخليجية. هل معنات هذا راح تكون عندهم يعني تكون بين الكويت وبين سلطنة عمان؟ والله شو القصة لازم نفهم. أنا رئيس فخري، هناك رئيس حقيقي للفرقة، هو اللي قاعد يشتغل ويصمم بمشورتي أنا وبمشورة فنانين يعني. أيضا حتى صارت زيارة ثانية للفنان طارق العلي لهم هناك، تفاجأ طارق بأني أنا الرئيس الفخري، هو ما كان يعرف يعني ما كانوا يعلمون. أنا ليش بغيت أنا كنت على ثقة أن فنانيننا هني الكبار هم راح يدعمونهم بشكل معنوي، وأنا لازلت معهم بشكل معنوي يعني قاعد أدعمهم. الآن أي شيء مثلا في عندي حاليا مسرحية للعيد لهم من إخراجي، فعليا هو اللي يخرج المسرحية فيصل الياف اللي هو رئيس الفرقة، ولكن أنا قاعد أروح هناك بمشورتي أيضا، لكن هم فخريا حطوني حتى بإخراج المسرحية كدعم إعلامي لهم يعني بالواقع. وأنت تستاهل أكيد، ربك يخليك يطول بعمرك. حياك الله الفنانة شيلاء. الله يحييك. هالسنة عندك عملين، هو مسلسل لقيت روحي وأيضا عود أخضر، كلمينا عن دورك فيهم. مسلسل عود أخضر أنا ألعب دور البنت اللي عودها أخضر، هو الإنتاج مصري ولأول مرة ينتجون بالخليج، وحتى الإخراج وطاقم يعني الطاقم كله كانوا مصريين، فهي تجربة جديدة لي إن أنا أشتغل مع يعني شغلهم شوي مختلف عنا، ويعني استفدت أشياء غير يعني وتعلمت من هالتجربة الحلوة. ومسلسل لقيت روحي بعد ألعب بالبطولة مع الفنان نايف الراشد اللي أكون دور زوجته، وبس في شيء جديد علي إنه يعني في عود أخضر بنت صغيرة بالطالبة، وهناك لا مرة متزوجة وزوجي نايف، وبعدين يعني تصير الأحداث وكذي وتصير يعني ما بيحرق المسلسل بس يعني شيء خلاص ما بقى شيء ما بقى شيء خلاص هاي حرقه اوكي اصير اخر شيء يعني ان داعيه وشيء حلو يعني جديد علي نقله وايد مختلفه عن كل الادوار اللي قدمتها، فهذا اللي حبيت اني اسوي اشياء الناس ما تتوقعها مني، او يمكن الناس يقولون لا ما يطيح ما يناسب، بس حلو. ايوه حبيتي اكثر اي دور فيهم؟ كل واحد له شيء يعني، انا احب اجرب كل الادوار يعني علشان استفيد من كل شيء لبعدين نصير متمكنين. طبعا مع استاذ خالد امين عندك شاركت هالمره في سداسيات اللي هو حكايات المخرج عبد الله التركماني، ونبي نتكلم عن هالسداسيات، يمكن تجربه جديده في الدراما يمكن في الكويت، كان في تجربه سابقه قديمه كنا نتكلم عنها قبل الهوا مع الاستاذ عبد الرحمن محفوظ، ولكن هذه مختلفه. هي على فكره كانت مو تجربه، هي ابتدت في 72 فعلا مع الاستاذ عبد الرحمن محفوظ، كانوا قبل يعني خلينا نقول بالسبعينات والثمانينات يعني لأواخر الثمانينات، كان في ايمان مطلق من تلفزيون الكويت بانه ينتج سداسيات خماسيات ثلاثيات سهره يعني، تلاقين كل اسبوع في سهره كانت تمثيليه يمكن كانوا يسمونها تمثيليه او هي سهره تلفزيونيه تصير، فكان في عندهم ايمان بالشيء هذا، ما كان يكون في ملل، خصوصا ان في مرات قصص تستنزف باكثر من
ست الى عشر حلقات او خمس حلقات، يعني مو محتاجه انها تصير 30 حلقه. واكيد راح تفرقون عن اي مسلسل ينعرض، لان انتم كل شويه عندكم انقطاع وتبلشون من جديد بشيء جديد. بس اصعب هو او المسلسل اللي هو يكون 30 حلقه؟ هو انتاجيا مزعج، انتاجيا مزعج. ليش؟ لان تخيلي انت بتطلعين من، يعني خلينا نقول اذا انت عندك خماسيات على سبيل المثال، الخماسيات كم حلقه عشان تكونون 30 حلقه؟ صحيح. فبتطلعين انت كم موقع بتروحين، وبعدين كل واحده لها سيت اب خاص. اي طبعا. فهذه مزعجه بالنسبه للقطاع الانتاجي، ولكن هي وايد افيد ولها جد. كل شويه يطلع بشكل، احنا قاعد نشوف لقطات مع المشاهدين من حكايات سداسيات. ومجتمع مع الهام الفضاله، يمكن محمد يشكلون ديو دائما. ما شاء الله دائما. ان شاء الله الله يدوم هالديو اخوي. في 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 يعني كيمياء بينكم؟ في كيمستري خطير بيننا. يعني ولله الحمد والله، حتى الفنانة هدى حسين يعني نوجه لها تحية، هي هم كيمستري خطير بينها والهام حاليا انا وياها في كيمستري. ليش ما تقول خالد امين مع الكل؟ منو؟ مع الكل. اوكي ماشي. هو بين يلبق. ها حلوة قديمة هذه، يلبق صدق. ان شاء الله نلبق، ليش لا؟ اكيد تستاهل. بالعكس وهذا ثاني عمل، انا عندي عمل معاها اللي هو كان حرب القلوب، وما شاء الله نجح اكتسح العمل. صحيح. جميل. وعلى طول العمل هذا جاء وراها سداسية، رغم انه مو 30 حلقة، ست حلقات، بس اثرها كان اثر 30 حلقة فعلا. حلو. اينما وقع خالد الفنان خالد امين وقع النجاح، نقدر نقول كذي. اكيد شيء لا سبت. تتحمل لي مسؤولية كذي على فكرة. هذا مو شهادتي فيك مجروحة اصلا. خلنا نسألها محمد عن سر الاطلالة لهالغبقة الرمضانية معانا قبل لا نسأل اي سؤال ثاني. اليوم لبسي من المصممة البحرينية كبرى القصير، هي ملبستني. حلوها ويعني فيها. ما شاء الله عليك. الفنانة شيلا سبتي، يمكن من خلال تعاملك مع النجم الكبير نوجه لها تحية، هو قامة فنية كويتية، الفنان سعد الفرج. شلون شفتي التعامل معه خصوصا في اللوكيشن التصوير والتعامل معه بالمسلسل؟ إنسان جدا راقي، وأنا يعني وايد مستانسة إني يعني اشتغلت معه مسلسل، بس للأسف ما جمعتني فيه وايد مشاهد، لأن نفس الوقت كنت أصور مسلسل عود أخضر، فوايد مشاهد انحذفت. وهو كان بعد الأستاذ عنده يعني تصوير بالبحرين مسلسل باب الريح، يعني اضطروا أنهم يحذفون المشاهد، فتقلنا شوي. بس يوم رجعت البحرين زرتهم باللوكيشن، عشان يعني لأن صدق إنسان وايد وايد حبيته وعزيته، يعني صدق كان ودي أشتغل معه أكثر. ويعني أنا أي حد أشتغل معه يعني أحس أنه إضافة لي، الحمد لله. يعني استاذ خالد امين بعد حالات الكلام البحريني الصراحه مع شيلاء، انا قاعد تكلمين وقاعد اشرح بكلامك بحرين. يعني تقريبا ما شاء الله انت يعني كمثلا كقامه رشاقه وعندك جمال ما شاء الله ياهلك حق وايد ادوار، بس انا بتكلم من شق ثاني، هل يحرمك من بعض الادوار في المسلسلات كون ظهورك يعني ان الفتاه الجميله؟ لا انا ما احب هذا، يعني ما احب اعتمد على شكلي. يعني مسلسل لقيت روحي ترى انا طالعه فيه بدون ميك اب، حتى عود اخضر. بس انت انا في في يعني في شغله بس انبهك عليها، مع ميك اب ولا مو مع ميك اب انت جميله. فانا اتكلم عن انت كبنت جميله، فاكيد الادوار اللي يعطونك اياها تكون يعني صح. ما ولا انت مدحتها قبل شوي ترى هناك قاعد تحش فيك تقول ما شاء الله عليها وايد جميله. الظاهر كنا انت وزكت رساله وصلتني رساله ما شاء الله، مشكور على 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 توصيلك للمسج. خوش فتنا. لا بس انت ما تشوف كذي، ما تشاركني الراي ان مثلا كبنت تكون جميله هي خارج النص يعني؟ اي شوف كيف في طريقه يسنجون لها الادواء، احنا يمكن ما نعرف وايد عن عالمكم. اي شلون ما تعرفين وايد؟ يعني ما اعرف وايد عن المسلسلات. شلون انا بس ما اعرف عن المسلسلات. اوكي ماشي انا راح اجاوبك. هو الجمال مو مقياس 100%، ولكن في وضعنا الحالي يعني في وضعنا الحالي بالخليج اصبح من الضروريات، بس هو مو اساس. والدليل انه بالتاريخ تحديدا هناك ناس وايد اصبحوا نجوم وحبوهم العالم وتبعوهم ولحقوهم، وهم ما كانوا يحملون اي صفه من صفات الجمال. سواء كان يعني عبله كامل كان يعني حاليا طبعا طلعوا وايد نجمات شباب، انا اتكلم عن فتره جيلها كانت تاثر الناس بتمثيلها وبادائها، لانها كانت طبيعيه شديده جدا وتوصل رساله خطيره. وايد من البنات خذوا وضع، انا اتكلم عن السينما العربيه كونها سينما مصريه او تلفزيون يعني اساسا تكون قريبه منا اكثر شيء.
حتى عندنا في الكويت ما كان هو مقياس أساسي، ولكن الآن حسب ثقافة الجيل الحالي المتلقي ها وتأثيرهم بالصج فعلا كلامها صحيح ترى صحيح. تأثيرهم بالفاشينستات والدنيا والعفسة، وقاموا يحبون الفاشن واللبس والهذا صح. قاموا يدققون على هالقضايا هذه مهمة، بس هي نرجع نروح والرد مو أساس. حلو أنا مو وايد يهمني الشكل الصراحة، يعني مع أن هي ملكة جمال وماخذتها بتكريم يعني فعلي. حلو أنا رد على نورة، دائما الفنان الجميل الأنيق دائما خالد أمين دائما يطلعنا بحركات والناس تقلده. اليوم حاط لك مصباح هني، شنو قصتك؟ ايه حركة حلوة هذا الله يسلمك. مصباح ينقطع كهرب، والكهرب الحين صاير مشكلة أغلى من الذهب، كان أسويها قلت خلاص لا عزيزي تمام. الفنان خالد أمين ذكرت أنه في عمل لك اللي هو سداسيات. نعم. البعض في بعض الناس يقولون أن الحين صار في مط والتطويل من المشاهد عشان يسكرون 30 حلقة، كفنان أنت اليوم موجودة هذه الحالة؟ نعم موجودة بكثرة. نعم فعلا احنا ما ننكر، مشكلة إن 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 هو هي تكون نقطتين، يا تكون نقطة ضعف من طبعاً إحنا ننوه لأن الجرس قاعد يوصل صوته، إحنا في مركز الحمرة مول في الحمرة الفاخر، فالجرس قاعد يطلع فجأة هني قاعد يجربون. كمل كلامك على ما تم. زين تمام التنويج ممتاز. الله يسلمك ويسلمك. 30 حلقة دائماً معناتها في ضعف في الكتابة تصير، وضعف في خلق خطوط مهمة تسحب إيقاع الحلقات إلى الحلقة 30، وهذه مشكلة خصوصاً إن إحنا ما عندنا كتاب متخصصين في الكتابة، إحنا عندنا هواة. إنزين من الهواة هذول في ناس منهم احترفوا يعني صاروا الآن محترفين كتابة، يعني استفادوا من تجاربهم، ولكن إن شخص عن دراسة بدأ يكتب ما في قلة. لذلك إحنا عندنا مشكلة، قبل كانوا محترفين وتعلموا من أساتذة، يعني حتى الأسامي قبل لو تقرأ أسامي المؤلفين أنت تعرف إن هذا أستاذ وتخصصه وماخذ دورة في BBC. شنو الأعمال الموجودة هنا فيها تطويل؟ الآن بدأنا يعني الحمد لله الشباب بدأوا هذه همة، يعني وأنا أقول لك ترى إحنا في مشكلة عندنا، بس يعني أن تشعل شمعة خيرا من أن تلعن الظلام. الشباب قاعد يجتهدون ومو عيب الجهد هذا انه يروح كذي، بالعكس قاعد يستفيد من اخطائه، قاعد يزيد من قصصه، قاعد يعني محاربين على فكره. أيه. وهذا شيء نفتخر فيه، وان شاء الله يكون منك يعني عن طريق المعهد العالي للفنون المسرحيه يكون في ماده خاصه للتاليف تكون موجوده، ربما يتوفر لها اكاديميين خاصين عشان نبدي احنا ننتج يكون دهننا مكبتنا كشباب. هذا والله احنا نتمنى، بس لاحظي ان الكتابه المسرحيه تختلف عن الكتابة التلفزيونية، تختلف عن ما في قسم تلفزيون، فيعني نحاول انه يصير هذا بهذا علشان يصير في انتاجية مميزة اكيد في الدراما الكويتية. اكيد الفنانة شيلاء سبت ما في كلمة حلوة ما قالتها زميلتي نورة لك، وانت تستاهلين. انا اقول انت جميلة خلقا واخلاقا. ايوه في مقطع انتشر قبل فترة في مواقع التواصل الاجتماعي، انا ما شفته، لكن يقولون ان الفنانة شيلاء سبت كان في لفح شعر اللي هو تبررتي عنه وصارت لفحت ما رقصت لبيه. ايه لفحت شعر، يعني ترى احنا القرقاعون عندنا بالبحرين في كل البيوت، يعني انا حتى بديت شيت السناب كل البيوت البحرينيه، يعني تجينا يجون هم يدورون بالفرجان ويدشون البيوت ويقولون بالاسامي، يعني احنا بعد يعني احنا عندنا كذي، وانا ما سويت شيء لفحت بشعري، وفي ناس غيري يعني يرقصون اشوفك يمدحونهم، يعني انا يوم لفحت صار السب عليك. انا عندي سبه ثانيه تو غششني ياسر، يقولون قصة شعرها عقب اللفحه ولا بعدها؟ لا مع اللفحه قدمتي شغلة هذه وانت ببيتك مع الوالدة والوالدة الله يحفظهم إن شاء الله، تفاعل الناس وياك يمكن يأخذونه بمسلك آخر، يزعجك هالشيء؟ والله احنا يعني انا ما اقدر اروح ابرر حق كل شخص تصرفاتي شنو اسوي، دام ان انا يعني بعفوية. يعني انا اولا يعني احنا غير شوي، البحرين يمكن غير عن المجتمعات الثانيه، يعني كل ديره شوي، يعني ما علي احنا كلنا خليج وكلنا عندنا عادات وتقاليد واحده، بس هم كل دوله فيها شيء يختلف عن الثاني، فيعني انا بالنسبه لي يعني والله اعلم يعني اوكي عادي. هي اقول رايي بس ساكت انا. لا قول خلنا نسمع شرايط شيلاء. تخاف قول لا خلنا نسمع شيلاء يا من شراله من حلاله عله. هي تتصرف على سجيتها، انا قاعد اشوفها وايد عفويه جدا، تتصرف على سجيتها هذه
في ناس تفهمها بشكل آخر وتأول، فتبدأ تأول، وفي منها ما تأول، في منها تسمع، لأن في ناس وايد الحين الله يسلمك يسمعون ما يدرون يسمعون، فهي دائما تدش في معمعة كذي. يعني أنا أثناء عملي معاها بعملين 16 مصيبة سوت، وتي شنو تشتكي براسي تتكلم لا 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 والله أنا ما أقصد كذي، أنا أقصد كذي. قلت لها زين أنت مشكلتك مو كل شيء ممكن يصير في السوشيال ميديا، خصوصا أن عالم السوشيال ميديا عندنا في ثقافات معينة تشوف، في ناس يفهمون يستوعبون، في ناس ما يستوعبون، فهي بس يصير شوي يصير أكون محاميتك دقيقة كبير على على سفالت. هي تحب يمكن لو ما سوت كذي راح يطالبونها جمهورها انه ليش حرمتينا، ليش ما صورتي لنا، ليش ما يصير معك كذي ولا اي. في ناس تعودوا علي، يعني قبل كنت اسوي اشياء وايد اين من احنا قالت شويه، يعني قبل كنت وايد اين. انا على فكره يوم شفت ان قاعده اطالع سنابها، انا يوم شفت قلت يا الله لا تسوي مصيبه شوي، ولا قامت تلفع بشعرها كذي، قلت ها شفت الراس قام يدور، اي مشكله ما يشوف فيها عرج لينط هذا، وهو سمعت الطار هذا قاعد يصقر كانت ين نبي نعرف راي الفنان خالد امين بالسوشيال ميديا وتفاعل الناس معه. في ناس مثل ما ذكرنا الحادثه الفنانه شيلاء تأول تأويل خاطئ. انا الله يسلمك كسول جدا بالسوشيال ميديا، عندي سناب ما اصور فيه، واتساب ما ترد، واتساب مالي خلقه زين، والانستغرام ما ادري عنه، انزل صوره كل 60 سنه يعني مره. ليش كل هذا لاهب شنو؟ لا يعني انا اساسا من قبل ما احب سوالف السوشيال ميديا، انا احب حياتي الخاصه تكون مع اهلي خاصه، مع اصدقائي تكون خاصه، ما له داعي والله اعلن اللي قاعد يصير الحين شيء اوفر. زين انا صرت وايد كذي اوبن حق العالم كلهم، صاروا كنا كلهم هم دخلتهم بيتي، لا انا بيتي عندي لا تابو معين، يعني خلينا نقول اذا بنفسر كلمه تابو لا قدسيه معينه، يعني بيتي. انا واحده مره قالت لي ليش ما تصور امك، ليش ما تصور ابوك، شكوها اصور امي، تخيل امي قاعده ويا حجابها ولا هذا، ولا قاعده مصورها يما شوفوا امي هذه امي بعد شوي امي ايش لابسه. في غيرك يسوون يعني؟ انا ما اسوي، انا ثقافتي ما اسوي، يعني يمكن انا دقه قديمه بس خصوصا ان هذا الشيء ترويجي، يعني شويه يفضح من حياته الخاصه وبالتالي يلا اعلانات ويصير عنده امور. حلو، انت مطلعه على نجوم كثير في هوليوود يمكن ايه؟ اكيد مطلعه ايه؟ حسب معرفتي فيك ايه؟ هل تشوفينهم يصورون كل ثانيه في حياتهم؟ يعني هم ترى عندهم وايد، فهو اساسا خلق احنا انولدت عندنا هالثقافه ان احنا نكون مفتوحين حق كل البشر. كل شعب يختلف عن شعب قالتها قبل شوي. اي مو هذه، وهي هني المشكله، هم مع ان هناك اكثر انفتاحا صح. زين اكثر هذا، بس انا قلتها كلمه من زمان، قلتها كلمه من زمان، اللي يبي يصير مليونير لا يصير مفتوح للعالم. يعني انا لو احط بيت الحين وفي كاميرات وكل يوم يزوروني ناس واقول دشه بدينار عن طريق النت عشان يشوفون شنو صاير داخل هالبيت، ثقوا تماما راح اصير مليونير بفتره بسيطه. ليش؟ لان الناس عندها فضول انها تعرف شنو فيه داخل صح. داخل الاماكن المغلقه، البيوت تصير مشاكل، تصير سوالف بس خبايا. بس شوف هي عندها هذا الجانب العفوي اللي تطلع كل شيء حق الناس، العفوية. وعندها جانب ثاني لقيناه عندها من خلال الانستغرام، من خلال حملة متواجدين مع أختك شيماء. سعد كلمينا عن هذه الحملة. هي حملة أختي شيماء يعني بدأت بالشغل عليها، إن إحنا نزور فيها كل فترة المحتاجين، يعني مثلاً خلينا نقول يتامى وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. ففي هذه الزيارات إحنا برمضان يعني نحب نشارككم الفرحة ونكون معاهم ونتواجد معاهم، وطبعاً في كافة من الناس، يعني من كبار الشخصيات ومن الفنانين ومن كل يعني كل الناس اللي واللي فاجأنا بعد في ناس يوم من الكويت ومن قطر ومن السعودية شاركونا بهالحملة وزاروا معانا الناس. فاللي يعني لما احنا نشوفهم يضحكون يبتسمون وبس لما يقولوا لنا احنا نحبكم وشفناكم وشي، يعني هاي الشيء يخلينا صدق يعني نستانس من قلب، وان شاء الله يعني مواصلين بهالحملة وحابين ان نسوي اكثر واكثر، وان شاء الله عقب البحرين يعني نبتدي نطلع بالخليج كله، وان شاء الله عسى الله يوفقكم ان شاء الله. شيلاء سبت نقول ألف مبروك. ألف مبروك على هي إشاعات بررينها بأنها إيه أنها لا أي زواج. يقولون سمعنا بالمواقع أن أنت تزوجتي من زميل، نوجه له تحية بدر الزيدان. لا أوجه له تحية بس لا ما في زواج. ليش أضحك؟ خالد أمين ترى أوكي هما
اخر مره خذوا موضوع الضحك ترى موضوع محرج انه شلون بلش والله ما ادري لا شرحك كنا نصور لا تدرين شو ادري والله ما ادري شكله كان موجود معاكم لا قاعد اصور مسلسل يو صورونا بال يعني صورونا بالاثناء التصوير يعني حتى الصور اللي طلعت على المجله ما كانت صور يعني بروفيشنال حق مجله يعني كانت صور بلوكيشن يعني كنا حتى بثياب الكاركتر يعني بثيابنا مال تصوير وشي صورونا احنا ما توقعنا بتطلع على الغلاف هل سيتزوجان اول عنوان كان حق المسلسل اول فعلا في المسلسل احنا بنتزوج بالمسلسل بس بعدها الناس اليوم حلقه كل المسلسلات نهايات كل عرفنا السالفه بتزوجان بالمسلسل بالمسلسل بس بسرعه تنشد يعني على صدق ماكو هالكلام وعقب راحوا قالوا ان انا يعني ترى صد يعني اي بنت لا كم لي سوى حادث متى سوى هذا؟ أنت حطيته هو نفسه؟ أي أوكي أي إنسان؟ أي طبعًا هي راح تحطت هذا فتوثقت السالفة زيادة. ما أنا حطت عنه إنه هو سوى حادث؟ لا مو سوى حادث يوم تعب يعني كذا. يوم تعب أي يعني ترى أي فنان أو زميل أو زميلة يعني. بس الناس هذا واجب علي يعني واجب علي إني أزور أي مريض يعني. معاي بالعمل او شيء وشيء ثاني احنا نزوره بوست نزوره بوست اي يعني اي اوكي وبعدين ثاني شيء يعني انه ترى تعرفين البنت مو حلوه انه يعني هذه مثل هذه الاشاعات تطلع عليها وانا مو شيء محبب حقي اني انا اطلع اليوم فلان طلعت علي اشاعه انه هو زوجي وباكر فلان ثاني لا انا مو كذي وما انا ما احب مثل هالاشاعات تنتشر علي ويوم ضحكت اخر مره الناس خذوها ان انا لان انحرجت صدق انحرجت يعني موضوع محرج ترى يعني صدق يعني بنت انا في النهايه لو شنو يعني اوكي انا صدق امثل واطلع بالتلفزيون بس مو كل شيء عادي عندي إيه لا اكيد مو كل شيء عادي انا بنت خليجيه ادري والنعم فيك احنا بس ننقل التساؤلات اللي موجوده عند المتابعين إيه انا ردي على اللي يقولونه انا ادري ان انتم فاهمين يعني زين ايش تابعتم المسلسلات بالتلفزيون سؤالي إيه لك ولا شيء صدق نعم زين اعمالك ولا شيء انا زي اصلا ما تابع اعمالي زين مسلسلك تحت الصوف تحت الحرير نعم وينه تكلم اي تحكى ايه تكلم اكيد تكلم والله انت تكلمت اخاف اقول كلام يعور لا 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 خلنا نسمع شو السالفه ما ادري ترضون اي نرضى طالعيني لا انا طالع لا بس انا طالع الشباب اقول اول شيء صوف تحت حرير كتبته الكاتبه ايمان سلطان قدمت الشركه قعدنا 10,000 سنه ننطر رد الرقابه التلفزيون زين طبعا انا قريت نصوص وايد ما عجبني الا هالنص حلو زين رقابة التلفزيون حطت ملاحظات طبعا انا ما بقول الملاحظات لان اخاف اضحك الناس عيب عطنا ملاحظه واحده ايش دعوه انت تخلينا شيء بس نسمع ها واحده ما له داعي والله بشكل عام لا يفشل زين والله شغله يعني يلا. المهم صلحنا الملاحظات زين نطرنا كان تصير مشكله وانتهى الموضوع ووقف العمل هذا انا ما بتكلم عن الحين الرقابه وليش رفضت وش سوت ما شنو شغلات عاديه يعني أنا بتكلم عن قضية وايد مهمة. كم قاعد خسر الكويت سنوياً من وقف الأعمال التلفزيونية فيها؟ قاعد خسر ملايين الدولارات لأن كان أعلى إنتاج سقف إنتاج تلفزيوني الكويت. الآن هذا سابقاً. أنا ما قاعد أكلمك من زمان وايد يعني من فترة بسيطة من بدأت تطلع رقابة ورا رقابة رقابة ورا رقابة رقابة ورا رقابة وتعقدت القضايا. أنا يعني بشكل جدا ودي صار في حديث مطول بين وبين رقابة عدة مسؤولين بأن يكون عندنا مقترح يا جماعة الخير أنا ليش أطيح تحت مزاجية رقابة؟ دستور الكويتي هو دستور كتاب مكتوب في قوانين القانون الكويتي مكتوب في كتب أنا أحط مثل ما القانون المرئي والمسموع أيضا مكتوب في كتب حلو عدل قوانين تشرع وتنتهي طب أنا أسوي قانون رقابي أيضا في كتاب ليش أنا أطيح تحت مزاجية مو مزاجية جهة رقابية بوجه يعني بوضح لك وجهة نظر أوكي ما شاء الله تلفزيون الكويت يحاول أن يقدم الأعمال لتكون رزينة تمثل المجتمع الكويتي والمجتمع الخليجي قاعد نشوف مشاهد ما ودنا شفناها وصارت عليها بلاوي هذا خل أقول لك شغلة الحين أنا ما أحط شيء وأحط العقاب إنزين
حط شغله واحط العقاب. انا اقول لك الشركه انا احط قوانين والشركه اللي تخالف تقفل تسكر. هو قصده انه يكون في ناس موثق يعني محطوط نمشي عليه. محطوط امشي عليه، ما له داعي احط لجان كل مره احط لجنه كل مره احط لجنه علشان على بسبه اني انا اوقف. شو توقف حبيبي؟ ما راح توقف شيء. انت المسلسل اذا ما شاهدني ينتجونه برا راح يشوفونه العالم، ما شافوني يشوفونه بالنت. انا في عمل منع بالكويت عرض في النت، يعني ما خليه مفتوحه بعد. اسمح لي انت كذا معناته اذا معناته وجود هم يقولون مفتوحه. هو قاعد يفهمك غلط، هو قاعد يقول مثل ما في دستور كتاب موثق وفي قوانين، حطوا حق لجنة الرقابة كتاب موثق وفي قوانين ما في لجنة. ونمشي على هالقوانين. أشيل أنا لجنة شو اسمها رقابة وحط قانون. أنا كشركة يطور هذا القانون كل 6-7 سنوات. هل عندك فكرة شنو ممكن يكون عشان يكون هذا القانون؟ طبعا أكيد عندنا، بس هذا ما يصير مني وطريج. لازم في قانونيين، لازم في قوانين إحنا أصلا نحضرها نوقفها نقول لا تطرق حق شذي ولا شذي ولا شذي، ومن ثم تدخل بالمواضيع وتفصلها. يعني مثلا بنقول مثلا عدم المساس حسب القانون المرئي والمسموع أيضا. حلو. عدم المساس بشغلة فلانية، عدم المساس نحط لها تفسير قانون كسائر القوانين وخلصنا. ليش أنا أروح أطبق على السينما وطبق على التلفزيون وطبق على المسرح وطبق على كل شيء؟ خلاص يبقى الدستور هذا احنا نحفظه ونسويه. خل اقول لك شغله، قبل لجان الرقابه اللي قاعد تطلع بالشكل المعقد هذا، قبل شنو كان يصير؟ ترى في رقابه ذاتيه عند الفنانين اكيد بلا شك، وظهر كان المسرح السياسي وكانوا يتكلمون ويقولون حكي وايد. الحين شو يقولون العالم؟ وين مسرحنا قبل؟ وين مسرحنا الحين؟ طيب هم الحين قاعدين مجدون في اعمال اخرى قاعده تطلع، انا اصفق لهم في دول اخرى عندها يعني من خلينا نقول عادات وتقاليد اقوى منا واشد منا، وهم قاعد يسوون قضايا تخص بلدهم بحريه اكثر وقاعد يصفقون لهم واحنا ايضا نصفق لهم. طيب احنا وين الحريه اللي كانت عندنا الان اللي كنا نتطرق فيها حق هالقوانين اللي قلنا ندش الحين في قوانين غريبه عجيبه ما ادري شنو هي؟ يعني والله يرفض عمل لأن فيه والله أسامي يمكن هالأسامي أنت تعني فيها فلان وفلان، ما يصير هالكلام هذا. أغير الاسم وخلصنا. طب أنا أغير الاسم أنطر بعد 3 أشهر 4 أشهر عشان حضرتك توافق؟ عصب خالد أمين شيلاء مو عصب، أنا أقول واقع أليم عندنا. أكيد أكيد بلا شك، أتمنى يكون في حل يرضي الأطراف كلها. فنانة شيلاء سب شنو عندك بالعيد؟ العيد أنا سنة قلت بقعد في البحرين في رمضان أقعد مع أهلي. طبعاً وايداً عرضت علي مسرحيات السنة حتى بالبحرين، بس أبي أرتاح أبي أقعد. يعني خد لي ما شاء الله الحين أكثر من كم سنة وأنا كلها بالكويت مسرح، وأنا وايد أحب مسرح الطفل بالكويت ووحشني السنة، بس قلت قعدة الأهل وبرمضان ويا بعد وحشتني ومن زمان ما قعدت مع أهلي، فمرايحة العيد. يلا إن شاء الله يشارك معك أستاذ خالد أمين إخراج وتمثيل مسرح طفل بالعيد الجاي. شاركنا مسرحية كانت حلوة والله. هو ما يبيك أنا الحين ما يبيك أنا لأن أنا الحين لا بالعكس أنا الحين تركيزي بأمور أخرى تختلف شوية. اهتمامي بالفرقة اللي بعمان أكيد هذه شوي راح تأخذ من مجهودي. ثانيا عندي بزنس الحين قاعد أهتم فيه. ثالثا عندي أعمال تلفزيونية قاعد أركز عليها الآن في العمل، إن شاء الله راح أقدمها بعد شهر رمضان المبارك. أكيد الله يوفقكم الفنان خالد أمين وأيضا شيلاء سب، نورتونا في غبغة رمضانية. يعطيكم العافية وإن شاء الله نشوفك منورتنا في الكويت مرة ثانية. أستاذ خالد إن شاء الله من توفيق إلى توفيق. وأيضا راح ننتقل إحنا مع المشاهدين مع أنا أسمعهم يقولون مسرحية مورس صح؟ نشوف مسرحية مورس في مقتطفات مع فريق العمل اللي زارهم، ونرجع لكم مرة ثانية في غبغة رمضانية.